السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. البارح حطيت لكم كذا كشارات الكتابة على موضوع الحصرية أو حصرية الموقع، لأن حصرية الموقع بالعادة تكون جزء من عقد الفرنشايز، سواء أنت كنت فرنشايزي ولا فرنشايزور راح يهمك الموضوع، لأن بالعادة الفرنشايزور يستخدم موضوع الحصرية، طبعاً يا أما يستخدمه كنوع من الجذب لأن الناس تشتري الفرنشايز، لأن إذا عطيتك أنت يعني منطقة حصرية، يعني فرضاً أقول لك كل دبي تروم تفتح فيها ودبي حصرية لك، فهذا نوع من الجذب للمشتري للفرنشايز، فيستخدمه الفرنشايزور بالعادة كعامل جذب لبيع الفرنشايز وراح والفرنشايزي بطبيعة الحال إذا ما كان عنده منافسين في منطقته راح تكون عنده الحرية في إنه يفتح أكثر عن محل بدون أي منافسة، حتى المحلات يعني حتى لو فتح محل واحد وعنده حصرية على المنطقة هذه، طبعا الحصرية هذه تكون تعاقدية وتكون فيها شروط وتكون فيها كثير من الأمور. فالحصرية هذه لو كانت عندك انت كفرانشايزي ما راح اي باكر حد ينافسك في منطقتك الحصرية. اساس اكون واضح في موضوع الحصرية، هي الحصرية هي ان تكون عندك منطقة معينة، سواء مدينة او بلد او اقليم او دولة، بلد ودولة اعتقد، يعني المهم مخصصة لك ما ينافسك فيها أي شخص تاني، هنا تدخل في موضوع الحصرية. لما نيجي للسلايد اللي حطيته والمعنى اللي حطيته للحصرية، طبعا قلنا الحصرية هو أن تمنح منطقة حصرية لك، بلد، مدينة، منطقة، إمارة، دولة، إقليم، من خلال هذه الحصرية الفرنشايزور لا يستطيع أن ينافسك ولا أن يعطي حد ثاني فرانشايز، ولا يعني بالأسلوب هذا إنه ما في منافسة من عن طريق الفرانشايزور أو إنه يمنح حد ثاني فرانشايز في منطقتك الحصرية. إذا ما كان عندك حصرية لا، بإمكان الفرانشايزور أن ينافسك وبإمكان إنه يعطي فرانشايز إلى شخص ثاني ينافسك. طبعا تدخل في هذه الامور تعداد السكان وامور ثانيه ممكن ان الواحد يدخلها في معادله الحصريه. اذا انت كنت فرانشايزور انت مانح للامتياز وبتعطي حصريه، شو المشاكل اللي ممكن تواجهك باكر في موضوع الحصريه؟ المشكله هي انك ما راح تقدر تنافس الشخص في المنطقة اللي أو تمنح شخص ثاني في المنطقة اللي عطيت عليها حصرية، بناء عليه لو الشخص هذا أو لو كبرت المنطقة صار فيها تعداد سكاني أكثر، صار فيها نشاط أكثر، ويات أنت بتفتح محل ما عندك إمكانية، ما تقدر تفتح محلات أو تنافس اللي عنده حصرية، بناء عليه راح تفاوض الشخص هذا على أساس أنه تشتري الحقوق، أو يعني في الآخر راح تخسر فلوس على أساس تأخذ موضوع الحصرية مرة، أو تأخذ موضوع أنك تفتح محلات في هذه المنطقة، ويمكن يرفض متلقي الامتياز بما أنه عنده حصرية. فإذا كنت أنت فرانشايزور لازم تكون دقيق في موضوع الحصرية وتحاول قد ما تقدر تعطي أصغر مساحة ممكنة للحصرية على أساس أنت باكر ما تتورط أو توهق، يعني حتى المناطق البسيطة ممكن باكر يصير فيها تعداد سكاني كبير، تطلع فيها بنايات، يصير فيها ديفلوبمنت، انت تبى تفتح محلات زياده وما تتمكن بسبب الحصريه اللي انت عاطنها للفرانشايزي. هذا موضوعنا اليوم ولنا لقاء باكر ان شاء الله.